كويسة مش كده يا دكتور؟ كل مرة يحصل معاك كده بتبقى كويسة، والمرة دي هتبقى كويسة صح؟ مصطفى انت عارف ان احنا طول فترة مرض ديم واحنا بذلنا قصارى جهدنا، لكن للأسف جسم ريم الضعيف ما يستحملش مرض العين زي ده. للأسف مصطفى المرة دي مختلفة. مختلفة ازاي يا دكتور؟ امال انت بتعمل ايه هنا؟ انت شغلانتك شفاها؟